هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، وحاول تشترك في القناة كبير لأن الملخص هيكون خطير، وكمان لو شفت الفيديو الأخير هتدعمنا وتقول انتوا أساطير، ولو مش متابعنا انت أكيد فايتك كتير. فيلمنا بيبدأ في أمريكا الشمالية عام 1917 مع البنت دي واسمها نارو، وعندها شوية مهارات زي إنها بتعرف تصنع علاج من الأعشاب والنباتات الطبيعية، ودي كانت حاجة مهمة جدا في وقتهم لان الفيلم ده لسه قبل ظهور التطور بشكل كبير. وكمان من ضمن مهارات نارو انها بتعرف تتبع اثر اي حاجة في الغابة، وكمان اخر حاجة ودي اهم حاجة انها مقاتلة يجي منها، وبتحب تستخدم الفاس ده على انه السلاح الاساسي بتاعها، وكانت بتتدرب كتير على استخدامه. لكن في يوم وهي بتتدرب شافت اثر رجلين لغزالة قريبة منها، فرحت عشان تصطادها، وكانت سعيدة جدا بالصيدة دي لانها غزالة شكلها محملة وهتوزن كتير، ويلا بقى هياكلوا لحمة وهيهيصوا. لكن للأسف نارو كانت نسيت انها فقرية، وعشان كده الطبيعة حبت تفكرها، وحصل صوت قوي جدا وبسببه الغزالة خافت وهربت، فالكلب بتاعها حب يطرد الغزالة لكن طلع كلب بس بمخه حمار، ووقع في فخ ونارو طلعته وعالجته، وراحت بقى عشان تشوف ايه هو سبب الصوت القوي اللي حصل في السما ده، فشافت جزء منها فيه برق ورعد وشكله غريب ونازل منه جسم غريب هو اشبه بالنيزك، لكن ما اهتمتش بكده ورجعت تاني لقبرتها عشان تقابل اخوها اللي بيحب يعمل راجل قدامها، وقال لها تعالى نصطاد طائر، وهي كانت هتصطاد الطائر لكن كانت منتظره يقرب منها شويه عشان لما يقع ما تتعبش على ما توصل له. لكن اخوها حب يشغل دماغه واصطاده قبلها، لكن هيضطر بقى يعدي نهر عشان يوصل له، فقالت له لا جدع جدع روح بقى هاته. وبالمناسبه اخوها ابو مخ تخين ده اسمه تابي، ونارو سابته وراحت لامها اللي كانت بتصنع علاج لاهل القريه، لكن كان ناقصها نوع عشب معين، ونارو لما شافتها قالت لها العلاج ده مش هيعالج حد، وعشان تساعد امها راحت تجيب لها العشبة اللي ناقصة، ودي مركبة فضائية طايرة على كوكب الارض، وكمان بتختفي في وقت البشر ما فكروش يصنعوا طيارات اصلا. ولما طلعت للفضاء تاني كان من الواضح انها سابت وراها كائن فضائي وكمان عنده نفس قدرة الاختفاء. ونارو هي بتجمع في العشبة اللي محتاجاها شافت شباب قريتها رايحين بسرعة عشان ينقذوا واحد منهم لان في اسد هياكله، والشباب وهم ماشيين حسوا بحركة وراهم فكانوا هيقتلوا الحاجة دي، لكن قبل ما يتهوروا نارو ظهرت في وشهم فقالوا لها ترجع، لكن اخوها تابي قال لهم لا خلوها معانا، وده لانها هتنفعنا في تتبع اثر الاسد، وكمان لو لقينا صاحبنا وكان لسه عايش هتعرف تعالجه، فوافقوا ياخدوها معاهم. وده بقى تعبان وكان ماشي في امان الله ورايح يصطاد فريسته وهو فرحان، لكن اتصدم يا عيني بعد ما اكتشف انه بقى فريسه للكائن الفضائي، وبعد ما قتله سلخ جلده ورماه كانه حاجه كده نهره. ونارو عرفت توصل شباب القبيله لصاحبهم، وكان مصاب اصابات صعبه فعرفت تعالجه برضه، لكن كان علاج مؤقت لحد ما يروح للقريه، واصحابه صنعوا له نقاله عشان يرجعوا عليها. وبالليل نارو قالت لاخوها ان صاحبهم لسه عايش لان في حاجه اقوى من الاسد خوفته فساب صاحبهم وهرب، وعشان كده لازم ياخدوا بالهم لان الغابه دلوقتي بقت خطر. وفعلا كلامها اتاكد لما شافت التعبان المسلوخ وجنبه اثار رجلين غريبه، لكن ما حدش اقتنع بكلامها وقالوا لها دي اثار لرجل دب عادي، وكملوا طريقهم لحد ما وصلوا لعرين الاسد وجهزوا نفسهم على شجره عشان يعملوا له فخ، لكن لما وصل فاجئهم وهجم على واحد من اللي على الشجره، وطلع عشان يهجم على نارو وكانت خايفه منه لحد ما شافت حاجه غريبه منوره في السماء فاتشغلت معاها، والاسد هجم عليها فطعنته في جنبه، لكن وقعت براسها على صخره فاغمى عليها، ولما فقت لقت نفسها في الخيمه عند امها فسالتها ايه اللي حصل مع الاسد، فقالت لها التابي اصطاده ورجع بيه، وفعلا رجع بيه وهو شاله على ظهره. وتاني يوم نارو كانت عاوزه تعرف ايه الضوء اللي شافته في السماء ده، وكمان عاوزه تعرف ايه اثار الرجلين اللي في الارض، فتسللت من ورا القبيله وراحت عشان تشوف ايه ده، وفي نفس الوقت كان في ذئب بيطارد ارنب لانه عاوز يتغدى، يعني هو مش عشان ذئب مش هيتغدى. المهم ان بعد مطارده كبيره وفرهده وتعب اول ما قفشوا فجاه خبط في حاجه مختفيه، فالارنب وقع منه وهرب تاني، والذئب هجم على الفضائي التاني لكن ضربه، ولما راح يهجم عليه للمره الثالثه الفضائي قتله وفصل راسه عن جسمه وما عرفش ليه بصراحه. وفي نفس الوقت نارو كانت بتحاول تصطاد نفس الارنب الفقري لكن هرب منها، بس هي ما استسلمتش واصطادت اتنين غيره وعملت عليهم وجبة وكملت بحثها عن الكائن الغريب اللي بتبحث عنه، والفضائي طلع واخد راس الذئب عشان يعملها على شكل ديكور وعلقها في درعه، يعني قتل الذئب عشان يعملوا ديكور، مفيش حاجة أقل من كده موتة. ونارو هي ماشية شافت قطيع كامل من المواشي وكانوا مقتولين ومسلوخين بطريقة بشعة فحست بالخوف، لكن كملت طريقها لحد ما فجأة وقعت في مكان طيني وأشبه بالرمال المتحركة، وكانت كل ما بتحاول تطلع منها بتغرق فيها أكتر، لحد ما قررت إنها تستخدم الفاس وربطته بحبل ورمته على شجرة قدامها، لكن ممسكش فيها مرة واتنين وتلاتة لحد ما كانت خلاص
خلاص هتغرق، وفي آخر مرة شبك في الشجرة فساعدها إنها تطلع من الطين ده على آخر لحظة. وبعد ما نظفت نفسها وغسلت أسلحتها شافت قدامها دب، فقررت إنها تصطاده، لكن القوس بتاعها اتكسر والدب شافها وحاول يهجم عليها لكن معرفش لأنها على مكان عالي، فلف عشان يطلع لها وكان خلاص هيوصل لها، لكن الكلب قابله واستدرجه بعيد عنها فساب نار وراح ورا الكلب، وناره صلحت قوسها وحاولت تضرب الدب لكن ما ماتش، وكل اللي عملته إنها خلته ياخد باله منها فراح وراها وهو حالف إنه مش هيسيبها. لكن قبل ما يوصل لها فجأة الفضائي وصل وهو والدب هجموا على بعض في منظر مرعب، ونارو شافته فاتصدمت واتصدمت اكتر لما لقت ان المعركة بينهم كانت قوية وكان بيقاوم قبال الدب كأنه يعني حاجة كده تافهة بالنسبة له، وكمان قتل الدب بكل بساطة وشاله كأنه قطة مش دب، فخافت وحاولت تهرب والفضائي شافها فسابها لان اجهزة الاستشعار بتاعته قالت له انها مش مصدر تهديد، ولما هربت منه لقت شباب قبيلتها في وشها وكانوا عاوزين يرجعوها للقرية، لكن حاولت تهرب منهم ففي واحد منهم حاول يضربها، هو حاول بس لكن كلته علقة ما كانش معتقد انه هياكلها، وهي عين اتصدم بصراحة، لكن في واحد تاني اتدخل وضربوها وخدوها عشان يرجعوا للقرية، لكن من حسن حظهم ان الفضائي كان فوقهم وبيراقب اللي بيحصل وشاف سلاح في ايد واحد منهم فحس انهم مصدر تهديد، وفجأة في واحد منهم شاف ليزر على جسمه وفجأة في سهوم اتضربت على مكان الليزر فقتلت الشخص ده، وبعد كده شافوا السهوم بتتسحب من جسم صاحبهم وما كانوش شايفين اللي بيسحبهم، فضربوا سهوم عشوائي لحد ما سهم خبط في الفضائي فشافوه فظهر نفسه قدامهم ورجع اختفى تاني وبدأ يقتلهم واحد ورا التاني، وكانوا بيقاوموا معاه لكن بدون فايدة، وده لانه خلص عليهم بكل بساطة. ونارو استغلت الفرصة وحاولت تهرب منه بسرعة وهو مشغول معهم، لكن شافها وبدأ يطاردها بسرعة لحد ما هي وقعت في فخ فوقف قدامها وسابها ومشي، لكن ما لحقتش تفرح كتير لان في قبيلة تانية شافتها وكانوا متطورين شوية ومعهم اسلحة وضربوها فاغمى عليها وخدوها عندهم اسيرة، ولما فاقت شافت ان هم دول نفس القبيلة اللي قتلوا قطاع المواشي الكامل، وبدأوا يستجوبوها عشان تقولهم على مكان الفضائي او اي طريقة عشان يوصلوا لي بيها، فرفضت تتكلم، وطبعا الجماعة دول ما كانوش بيهزروا فجابوا اخوها اللي كانوا قابضين عليه هو كمان وبدأوا يعذبوها عشان تتكلم، وهي طبعا ما تكلمتش مش لانها مش عايزة تتكلم، لا هو عشان هي ما تعرفش حاجة عنه اصلا، فربطوهم في شجرة هما الاتنين عشان يكونوا طعم للفضائي، وكمان كانوا مجهزين له فخ عشان اول ما يوصل يقتلوه، لكن هو ظهر من وراهم وقتلهم بدون ما ياخدوا بالهم واحد ورا التاني، وراح عشان يقتل نارو اخوها لكن في مجموعة طلعوا عليه من تحت الارض وحاولوا يقتلوه لكن خلص عليهم بكل بساطة، وده لانه معاه اسلحة كتير وكلها متطورة وقوية جدا، وبعد كده راح عشان يقتل نارو اخوها لكن كانوا فكوا نفسهم من الشجرة اللي مربوطين فيها وهربوا، ونارو رجعت تاني عشان ترجع الكلب بتاعها من الناس اللي كانوا خطفينها، لكن اتفاجئت بكم واحد في وشها فدخلت معهم في معركة، وبصراحة عملت معهم الصح وكانت قوية جدا ورشيقة وخلصت عليهم في كلمة ونص، وحررت كلبها وخدته وهربت، والفضائي كان بيعالج نفسه من كل الجروح والإصابات اللي اتصاب بيها ورجع تاني لطبيعته وكأنه ما اتصابش بخربوش واحد، وفي واحد ثبت ناره بسلاح وكان مصاب وطلب منها تعالجه فقالت له شيل السلاح ده من ايدك، فنفذ كلامها وهي فعلا بدأت تعالجه واستخدمت معاه عشبة صفرة، وفعلا العشبة دي ساعدته في انه يستحمل الألم شوية، لكن فجأة الفضائي وصل عندهم فاستخبت منه والشخص ده معرفش يهرب فعمل نفسه ميت، والفضائي فعلا شافه ميت في أجهزة الاستشعار بتاعته لكن داس عليه بالغلط فصرخ وهو خايف فقتله، وفجأة كلب نار وصل والفضائي كان هيقتله لكن تبع أخوه وصل من ورا الفضائي وضربه فوقع الخوذة بتاعته، ودي بقى الخوذة المسؤولة عن تصويب الأسلحة، فبدأ يضرب عشوائي ومعرفش يقتل الكلب ولا يقتل حد، فرجع خد الخوذة تاني لكن ملحقش يشوف بيها لأن تبع هجم عليه برمح فخرمه، وبعد كده دخل معاه في معركة وكان بيقاوم معاه لحد ما فجأة الفضائي اختفى، وفي الوقت ده تبع عرف انه خلاص هيموت وقال لاخته هربي بسرعه وهو مشغول معايا، لكن ملحقش يكمل كلامه لان الفضائي ظهر من وراه وطعنه فقتله بكل بساطه، وبعد كده راح لنارا عشان يقتلها هي كمان، لكن قبل ما يوصل لها تبي طلع لسه ماتش وطعنه في رجله وفوفر في ترس النار عشان تهرب، وفعلا هربت وبالصدفه وهي بتهرب شافت الشخص اللي ضرب اخوها وعذبه قدامها فقررت انها تنتقم منه، وراحت بسرعه وضربته في راسه فاغمى عليه، ولما فقت صدم لانه لقى رجله مقطوعه وجنبه سلاح، لكن السلاح ده كان فاضي، ونارا قاعده في وشه قالت له انت خليت اخويا ينزف وانت دلوقتي هتنزف، وبعد كده كانت العشبه اللي شافت انها خافت الراجل اللي كان مريض من قدام الفضائي عشان تختفي هي كمان والفضائي ما يشوفهاش، وفعلا الفضائي وصل عندهم وشاف الشخص ده واقع على الارض وهو معاه سلاح فعرف انه تهديد وراح له عشان
يقتله، وفعلا فات من جنب ناره بدون ما يشوفها، فوقفت في ظهره وضربته طلقه. الطلقه دي كانت في راسه لكن ما قتلتوش، والخوذه وقعت منه وناره خدتها وهربت لحد ما وصلت لمكان معين وجهزت فيه شويه افخاخ عشان لما الفضاء يوصل لها، وكانت مجهزه نفسها صح عشان تعرف تستقبله. وفعلا كبدايه نطت فوقه من على شجره عاليه وطعنته كتير، فشالها ورماها بعيد عنه، وبكده المعركه بدات بينهم. لكن كان بيضرب عشوائي لانه مش شايف هو بيهجم ازاي، وده تسبب في ان نارو قطعت له دراعه فضربها وكان هيقتلها، لكن عرفت تتفاداه وهربت منه واستدرجته لحد ما وقع في بركه الطين المتحركه وفعلا غرق فيها، لكن عرف يخرج منها تاني. وبكده نارو تعتبر خلصت كل خطتها الا خطه واحده، وهي انها كانت مجهزه الليزر بتاعه اللي في خصته على البركه، والفضائي كان مغفل وضرب بالسلاح بتاعه عشوائي، والطلقه لفت ورجعت له تاني لانها متوجهه انها تروح على مكان الليزر. وبكده هو اللي قتل نفسه، ونارو انتصرت عليه وخدت راسه ورجعت بيها للقريه بتاعتها، اللي الكل لما شافها اتصدم وغيروا فكرتهم عن المراه ان مكانها هو المطبخ بس، ومن هنا عرفوا انها تقدر تعمل اي حاجه. وبكده ظهر مصطلح سترونج اندبندد وومن. واتمنى تكون المشاهده عجبت حضراتكم، واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك الجميل وتفعلوا زر الجرس، وشكرا على وقتكم.